فالأردن وارث راية الثورة العربية الكبرى ونهضتها، لا فرق فيه بين الأردنيين إلا بما يقدمون لوطنه. فهذا الوطن بني على الوحدة، هويته والوطنية الجامعة تحتضن كل من يؤمن بهذا البلد ويحبه ويحميه. وبشجاعة قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي نحرص على دعمها وتعزيز قدراتها. أنا بعرف شخصياً قديش النشامي والنشميات من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بيشتغلوا ليلاً ونهاراً حتى يحموا المواطنين. كل الشكر والتقدير لهم بهذا الاتجاه. لوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة. ما في مكان بهذا البلد للإرهابيين، وبلدنا خط أحمر ضد التطرف والإرهاب. أنا حبيت أشكر الشعب الأردني، لطفهم، صبرهم، لأنه وين ما بروح في محبة للشعب الأردني. أنا بأخذ المعنوية من شعبي. سيبقى الأردن بإذن الله بوعي وعزيمة أبنائه وبناته دولة رسالة، رسالة الحرية والسلام والتعايش والنماء، مرتكزين على مبادئنا وفخورين بهويتنا وإنجازاتنا. فكل مواطن فاعل هو شريك كامل في مسيرة البناء والعمل والعطاء، كما في الحقوق والواجبات. سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. Ladies and gentlemen, on behalf of myself and my delegation and the people of Jordan, and I have seen the maturity of how our different colleagues have come together and being able to look towards the future with clear understanding and with strength and vision in understanding the dangers that lies for generations to come. And I'm very grateful to all your colleagues for working very closely with us. As the custodian of Islamic holy sites in Jerusalem, we utterly reject attacks on Muslim and Christian holy sites and any attempts to alter the historic Muslim, Christian, and Arab identity of the holy city. Your Majesty, thanks for joining us. Delighted to be here. Thank you, Jordan. Investing in Jordan is, in reality, a much larger investment in stability, resilience, and hope for those in my country, but also for the region. أدعو الله جلت قدرته أن يعيننا جميعاً على تحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، لنمضي بثقة وعزيمة في خدمة هذا الوطن الأعز والمواطن الأغلى.